نتحول مع حضراتكم إلى الجلسة العامة للأمم المتحدة لنقل كلمة العاهل الأردني المنعم عبد الله الثاني. لكن حجم الفظائع غير المسبوق الذي أطلق على غزة منذ ذلك اليوم لا يبرره شيء بأي حال من الأحوال. لقد تسبب العدوان الإسرائيلي بأحد أسرع معدلات الوفيات مقارنة بالصراعات الأخيرة. أسفر هذا عن أسرع معدلات المجاعة بسبب الحروب وأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف ومستويات غير مسبوقة من الدمار. لقد قتلت هذه الحكومة الإسرائيلية في هذه الحرب أطفالا وصحفيين وعمال إغاثة إنسانية وطواقم طبية أكثر من أي حرب في التاريخ الحديث. وعلينا ألا ننسى الهجمات على الضفة الغربية. فمنذ 7 من تشرين الأول أكتوبر قتلت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 700 فلسطيني، منهم 160 طفلا، كما تجاوز عدد الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية 10,000 و700 معتقل، منهم 400 امرأة و730 طفل. 730 طفلا هجر أكثر من 4,000 فلسطيني من بيته ومن أرضه. تصاعد العنف المسلح الذي يمارسه المستوطنون بشكل عظيم وهجرت قرى بكاملها. وفي القدس الشريف تستمر الانتهاكات الصارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بلا هوادة، بحماية وتشجيع من أعضاء في الحكومة الإسرائيلية. وللتوضيح، كل ما سبق يدور في الضفة الغربية وليس غزة. 42 ألف فلسطيني تقريبا استشهدوا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر في غزة والضفة الغربية. فهل من الغريب أن يتساءل كثيرون كيف يمكن لهذه الحرب ألا تعد استهدافا متعمدا للفلسطينيين؟ لا يمكن تبرير هذا المستوى من المعاناة الإنسانية الكبيرة للمدنيين كضرر جانبي لا يمكن تجنبه. لقد نشأت جنديا في منطقة أصبحت فيها الصراعات أمرا مألوفا، ولكن ما من شيء مألوف في هذه الحرب وفي هذا العنف الذي بدأ في 7 من تشرين الأول أكتوبر. وفي غياب المساءلة الدولية تصبح هذه الفظائع المتكررة أمرا معتادا. هذا أمر يهدد بمستقبل